السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخل على الباب وحد قال لي كلم محمد افندي عايزك. مين يا ابني؟ قال لي مستر محمد. خير؟ قال لي هو عايزك في المكتب. دخلت له على اللي عمله فيا. انت ما وراكش غير الفول والطعميه، لا بتعمل لي ممبار يا فشه وطحال، وانت خلاص بقيت شرقي ما تنفعناش، شوف مصلحه غيرنا. يا عم طب في ايه؟ بالصلاه على النبي، ابدا. انا عايز اكل اكل على فرانك، وعايز يعني عايز احس انا في اوروبا. طب اعمل له ايه ده؟ ده انا اجيب لك فرختين بلدي. بص اهو اهو شوف ازاي. قال لي ما تنفعنيش، انا عايز اكل حاجه فاني كده ولاها لايت كده، حاجه كده ما اعرفش في ايه. يا عم طب انا جاي يا جماعه اعمل فراخ بالفريك وفي دماغ الفريك. قال لي تحول تتقلب تتشقلب، ماليش ده، انا عايز اكل حاجه كويسه. فقررت كان معايا تفاحتين اكلهم عشان عامل دايت، اضطريت اخدهم من الشنطه، وقلت اتصرف بقى اعمل له اي حاجه كده بالتفاح عشان خاطر هو ايه ما زعلوش. النهارده هنعمل بقى فراخ بالتفاح، وتعال نشوف مقاديرنا مع بعض شكلها ايه. فراخ محشيه بالتفاح والبصل، فراخه كامله، بس انا جايب فراخ بلدي بقى عشان تاكلها بعضمها. توم، بصل، زيت، تفاح، دبس رمان، توم باودر، بابريكا، بهارات مشكله، جنزبيل، ملح وفلفل، ومكررات تفاح، خلي التفاح معلش، بس يا رب يعجبه الاكل وما زعلناش ويزعل وكده. يعني مش عارف هو عايز مننا ايه. يا عم انا هتستعين بصديق، هتستعين بصديق. ربنا يكفيكوا شر حاكم ظالم. هو راجل مش ظالم. راجل طيب. هنا الو 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 سعاده الباشا مساء الخير. ازيك يا شيفنا، اخبار حضرتك ايه؟ مين معايا؟ انا العقيد احمد. اهلا اهلا احمد بيه، ازي حضرتك يا باشا؟ والله يا شيفنا كنت منورنا والله. ده انت اللي مشرفني ومكترني وعملت الواجب معايا، ومش عارف اودي جمايلك فين والله. لا لا والله والله يا ابني ربنا يحفظك، كنت منور الدنيا كلها. بصوا بقى، الجبل ما بيعرفش حد. والله والله الجبل هناك ما بيعرفش حد. ده خدني وراح مطلع شنطته وفتح، قال لي اختار اللي انت احنا في جبل مفيش حاجه. الراجل بصراحه اشي برتقان واشي تفاح واشي سوداني. لا لا اقل حاجه اقل حاجه اقل حاجه اقل حاجه يا شيفنا والله. حبيبي ربنا يخليك، بشكرك بشكرك جدا، شرفتنا. والبرنامج بتاع حضرتك جميل جدا. انتوا اللي شرفتوني والله وكبرتوني يا حبيب قلبي. وتشرفنا تاني، لازم تيجي لنا تاني. صباح على المدام وعلى كل اسرتك ان شاء الله. اهي مع حضرتك يا هالي الدهالي بنتي. مع حضرتك. الو صباح الخير يا شيفنا. صباح الخير يا ست الكل، ربنا يخليك يا بنتي والله. تعيش يا فندم، يعني صاحب واجب صاحب واجب فعلا يعني. لا ده من بعد ما عند حضرتك والله يا بنتي. ربنا يحفظولك يا رب، ربنا يحفظولك يا فندم. الله يبارك في حضرتك. شكرا، صباح الفل عليك. صباح الفل، صباح النور، مع الف سلامه. سيادة العقيد احمد، صباح الفل عليك يا حبيبي. بقول لكم، مسكني قال لي بص تعالى بقى، انا شايفك سقعان، تعالى بقى اقول لك حاجه بقى. والراجل قاعد يطلع من الشنطه، الله يبارك له والله. ناس محترمه 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 محترمه. كده التفاح اهو اللي طلبه استاذ محمد افندي اهو. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. ممكن اديها شوية كبدة مسلوقة عشان عم شريف بيقول لي انا بحب البروتين. طب هي الفراخ مش بروتين؟ قال لي لا، اما تكون مدعمة بتبقى حلوة. يا سلام يا سلام. طيب دخل التفاح اهو. حبة ثوم. التوابل، جنزبيل وثوم بودر وبصل بودر، شوية بابريكا، شوية بهارات، وده ثوم بودر، وادي
حبة ملح، حبة فلفل. اللهم صل على حبيبي سيدنا محمد، اللهم صل على حبيبي سيدنا محمد. شكل كده مستر محمد كان قراراته حلوة ان يحولني من شرق الغربي لموضوع بقى. لا انا اجيب له خبر اتعلمه، وبعته بعثه في الخارج في مبابة عشان يتعلمها. يعني الراجل هيعمل ايه معايا تاني اكتر من كده؟ الراجل هيعمل ايه معايا تاني اكتر من كده؟ الله اكبر. لا 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 لا، هو عنده حق الراجل ده، عنده حق الله الوكيل. طيب نبي بصبح على حبايبي على الصفحة بتاعتنا على اللايف، بقول لهم صباح الفل وصباح الهنا، واي حاجة تطلبوها انا خدامكم موجود معاكم. اي حد عايز نفسه في حاجة انا تحت امركم. ليه يا فندم؟ كاستل؟ كب كيك؟ انتوا اربعة بتكلموني مش فاهم حاجة. كاستر؟ كاستر خيرك يا اخي؟ يا ساتر. طيب ماشي. طيب يعني مش عارف الافندي اللي جوه بيجيب الحاجة نام هناك ولا ايه بالظبط؟ انت ابن اللي هناك يا ست ام عمر. السلام عليكم. صباح الفل يا ست ام عمر. صباح الفل عليك يا حبيبي. يا صباح الهنا على حضرتك يا فندم. يا رب يخليك، انا بحب اصبح عليك والله. صباح الهنا على حضرتك يا فندم. ربي يبارك لك في ولادك واهل بيتك ويكفيك سرعات رجالك. كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم. وانت طيب يا حبيبي. نهارك ابيض ان شاء الله. روح ربنا يوسع في رزقك. وموريني تكسر اللي يجيك يا حبيبي. وموريني يا ست الكل. ربنا يرضيك يا رب. لا اله الا الله. طيب اشكرك يا امي. طب خلي لي الافندي يجيب لك بوكيه غيرني حتى. طب اللي جوه ولا هلبي. مش محمد رسول الله يا ست الكل. الله يقبل بخاطرك يا امي. الله اللهم صل على النبي. نبرد دول بقى كده. طب فين البوكيه جرنيه بتاعنا؟ يعني عايز اعرف، يعني انا عايز اعرف يعني النهارده احنا اجازه. يا بنتي هنا في الخضار بتاعي اللي بتحط هنا فين؟ كده بنقطع الاطارف دي. مفيش حاجة عندها هتترمي. فين يا عم جمال الخضار بتاعنا والحاجات دي؟ هات هات وريني. اديني يا عم، شوف لي يا عم الحاجات دي فين. فين الكبده؟ الله يا بلادنا الله. نعم يا فندم. يا ريت والنبي. اهو اهو النبي ده، انا نفسي اتبقى في واحد كده اديني فرصه. لا انا نفسي كده يعني اخد فاصل وارجع لكم تاني. رجعنا بعد الفاصل والمخرج بيقول لي عملت ايه في الفاصل؟ ما عملتش حاجه، هو عايز يفرح في الناس وبس. قال لي ضربت كم واحد؟
الدكتوره لا اللي ضربني. طيب كده هنا ادي الكبد والقوانص. عندي بقى حله سخنه جدا على النار، حله سخنه جدا على النار، نعم مالها محمود عايز يفرز البطاطس، ما تفرزها يا محمود. بص يا حودة، البطاطس قطعها بالطريقة اللي انت عايزها، وعندك حلة مية على النار فيها شوية خل وشوية ملح وشوية زيت. ركز معايا، حبة خل حبة ملح حبة زيت، بتغلي. بعد ما بتغلي البطاطس انت قطعتها التقطيع اللي على مزاجك، روح نازل بيها في مصفى لو هتعمل عدة تمرات، يعني نازل بيها بمصفى، عد على ايدك نص دقيقة وتروح مطلعها تاني. ادي الجوانح اهو والرقبة، وادي البطاطس والجزر اهو، منك لله يا اللي في بالي كان مالي ومال شغل على فرانك انا. بعد كده يا سي محمد تطلعها تعملها دوف روست. يعني ايه دوف روست؟ يعني تحطها في ساعة. بعد كده خليها تبرد، حطها في كيس ودخلها الفريزر. ده البوكيه جرنيه بتاعي، حبة ملح حبة فلفل. قوم بقى ايه ادي شوية مية شوية مية، ونجيب دي عشان تاخد راحتها، ونحط دي لما نعمل وقتها. طيب نشيل ده كده من هنا، ونيجي نحشي بقى الفراخ بتاعتي. كده حطيت انا الكبد والقوانص، حبه ملح فلفل، يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. ده الخليط بتاعي اهو، زي ما حضراتكم ده شايفين. نيجي على الشكناية دي كده، اللي بعديها
يا صباح التفاح قشرني وانا ارتاح. نعم يا فندم. انت عامله دايت بالدسته؟ اصل الفراخ دي بتباع بالدسته. والله يعني بص يا بنت عمه، كده بقى ادي اخر واحده اهو. بص بقى يا سيدي بقى هنعمل ايه، خليك ويايا وقت ايه تسيبني. ده البوكيه جرنيه بتاعي اهو، ادي الفراجيل بتاعتي، اهو. حلو الكلام يا باشا؟ قال لي مش قوي. وادي صام ووتر، هي تشتغل على البخار. وادي كله من محمد افندي. قوم بقى ايه غطي نص ساعة، نص ساعة ونشوف بعد كده النتيجة. خرج كرشنا من الاستوديو. فرن ايه بقى؟ انت خليتي فيها فرن؟ طبعا ده محتاجينه لسه. طيب الباشا عايز فاصل ونرجع نواصل. اخد فاصل وارجع لكم تاني، ولا غير المحطة ولا اروح في اي حته. رجعنا بعد الفاصل مع حضراتكم، وهنعمل دلوقتي اكلة جميلة برضو على طريقة محمد افندي. هو غير لي المنيو كله، قال لي امشي ورايا عشان تكسب. طب يغير بدل؟ قال لي انت حر، بيني وبينكم مفيش حد عايز يخسر. طيب عندي فراخ بالفاصوليا، فراخ بالفاصوليتين البيضة والحمرة، رز بالفراخ والفاصوليا، عندي دجاج متقطع، رز، بصل مفروم، توم، زعتر او بودر الزعفران، فاصوليا بيضه، فاصوليا حمراء، لوز محمر، طماطم مفرومه، حبهان، عود، قرفه، ورق لورو، ملح وفلفل، بهارات دجاج. والله انا شايف ان الموضوع ده مش وحش وحلو يعني. طيب نجيب الماي نايف، الله، حاطط طاسة على النار،
عايزها تسخن. يا رايق يا هادي، انا عايز اعمل حبة الرز دول بالسمنة البلدي. كده هنا حبة زيت، بنعمل معادلة، بنعمل معادلة. هادي البصل وادي التوم، نكمل تقطيع. طيب نجيب بقى الرز بتاعنا اهو، بودرة زعفران، قرفة خشب، ورق لورو، حبهان، وادي الملح، وادي الهوت ووتر. كده احنا حلوين قوي وماشيين صح. مويه مويه، ابص هنا كده، يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. مين ده؟ نور؟ مالها؟ ويتش وان؟ دي فراخ بالرز يا حبيبتي، فراخ بالرز ياما، والفاصوليا البيضاء والحمراء. وانا بخبي حاجه من وراكم يا اولاد؟ والله ما بخبي حاجه، والله الوكيل ما بداري حاجه. حاضر صاحبتنا بنتنا وحبيبتنا على الوصفه بتاعتنا على الصفحه بتاعتنا بتقول لي انت بتعك وبتعمل ايه، فاهمني طبعا. ولا مش عايزه تقول لي القصه بالظبط عشان ما ازعلش، لكن ده بنتي وتقول اللي هي عايزه تقوله، محدش له صالح. بعمل ما لا ما كنتش هتبلع عليك، كنتش اشتغلت. انا طالع بتبلع عليك وبرمج التيتي على طول. كده هنا دي التشيكنايه بتاعت اللي احنا قطعناها، وادي البلانشه والسكينه بره، نغسل السكينه اهو. الله الله الله، اللهم صل على حبيبي سيدنا محمد. الشاي برد لهيني، مش عارف اشتغل. منك يا هرشني. نقطع الطماطم برضو، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد.
انزل بقى بالفراخ بتاعتي اهي. الانسه حبيبه عايزه تورتايه عشان عيد ميلاد اختها بكره. من عيني يا ست الحباب يا حبيبه، هنزل لك على الشاشه على طول دلوقتي. عقبال 100 سنه يا ست العرايس. الله 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 الله، اللهم صل على حبيبي. قوم بقى ايه؟ نقلب كده. هوايا اديها شويه كزبره خضره كده، خايف لا تزعق لي وتقول لي مش في النص. قلت ما انت عملت كل حاجه مش في النص، حد كلمك؟ الله يسامحك. شكرا. طيب الرز شغال مية مية، الفراخ. الله 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 الله، كمان 5 دقايق هنعمل لها ايه؟ عملية جراحية وندخلها الفرن. طيب بهارات فراخ، وادي الكزبره الخضراء، وادي الطماطس. اهمنك يا ظالمني. نعم يا فندم. استاذنكم ناخد فاصل صغير نرجع تاني، ولا نغير المحطه ولا نروح في اي حته. قوم بقى ايه بعد ما رجعنا بعد الفاصل، وادي الفراخ بتاعتي. اهو بنلمعها بالطماطميه كده. نفس الصح اهو. المهم عم شريف بيقول لي ايه دلوقتي؟ انت خسيت حاجه؟ ما انت ريحت الزبون. قلت له عندك حق يا عم. هنطلع البوكيه جرنيه بقى نرش جنبيها بعد كده. ندخل دي الفرن. نصلي على النبي. يا صباح التفاح قشر لي وانا ارتاح. طيب نعزل دي كده على جنب. خلاص هنطلع منها البوكيه الجرنيه بتاعها اهو، وادي الرز اهو، وادي الدجي اهو. نشيل ده من هنا بقى ونعمل
الكيكه بتاعت الانسه اللي قالت لنا عليها. ناخد شويه شاي. هنا بقى بنقول ايه يا سيدي؟ بانكيك بالشوفان والموز. بانكيك بالشوفان والموز. ما قدرنا؟ ربع كوباية لبن. نص كوباية شوفان مطحون اهو. ربع كوباية ايه؟ احنا حطينا اللبن. ربع معلش معلش دقيق. معلش اهو. وادي الزيت. بيكنج باودر. ملح. سكر. فانيليا. وادي الاجزاية. نشيل بقى كل ده من هنا. بعد كده عندي لوز للتزيين وعسل نحل وقرفة. ناخد شوية مية صغيرين هنا خالص بس مفيش. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. نشوف الرز بتاعنا اهو كله شغال زي الفل. كله شغال زي الفل. طيب نيجي هنا بقى كده. لا لسه النهار معلش هيجي دلوقتي. كده نديها نص كوبايه ميه او ربع كوبايه ميه صغيره مش كتير عشان تبقى حنينه معانا. طبعا دي بتبقى سميكه شويه. ايه هو بص يا باشا، الفراخ البلدي هي الفراخ العتائي. بس الفراخ العتائي بتبقى ناضجه، يعني بلغت سن الرشد، طلع لها بطاقه. دي الفراخ مش بقول لك انت معتقه فنج يعني خلاص خدت ايه يعني باضت لما شبعت. ودايما الفراخ العتائي بتبقى بتاخد وقت كتير في السوى. الفراخ البلدي اللي هي زي دي الشامورت. في الامهات العتائي الشامورت. دول الشمرت اللي هم الصغيرين دول غلوه كده قلبه وقومه. العتاقه دي اللي فيها الطعم الحلو. حلوه. نضجت حلوه ما فيهاش زفره. الامهات بقى بتبقى كبرت في السن بقى كده وطلعت معاش فبيضطروا يوظفوها في اي وظيفه كده زي كباب حله مثلا. نعمل بها شركه يعني بنستخدمها ان تبقى كبرت وفي نفس الوقت بتديكي لحمه كتيره بس بتاخد وقت في السوى ولكن فيها طعم احلى من الثلاثه. فيها طعم احلى من الثلاثه. لدرجه ان الامهات دايما مطلوبه. يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه. طب يعني انا عايز اعرف هي حلوه طب انا اعمل ايه؟ نعم ماشي. قوم بقى ايه نيجي بقى مش عارف مين ابن حلال حط لي في المزيته زيت زيتون وزيت الزيتون ما ينفعش. مين
الكب كيك اللي طالبه على الشاشه موجود قدام حضراتكم كده هنا. اهو بغطي بقى سطح الطاسه. ادي اول واحده اهي، بتبقى غميقه شويه او عميقه شميه، يعني تخينه شويه بصراحه. استاذنكم بقى اخد فاصل وارجع لكم تاني، ولا غير المحطه ولا اروح في اي حته. رجعنا بعد الفاصل وكده بنقشر الموز. عندنا طريقتين، طريقه نعملها بيراميدز يعني هرم، وطريقه نعملها انديفيدوال لوحديها كل واحده لوحديها، وطريقه نعملها سلايز. فهنشوف المخرج عايز ايه، لان هو اللي هياكل مش احنا. طيب وانت كمان؟ حاضر يا فندم. والله العظيم انتوا كلكم عليا مش عارف ليه. بص يا باشا اهو، الله الله الله، اللهم صل على النبي. ادي عسل، يلا اهي كده. انا احب اكلها اتنين علشان ماليش قلب. طب بلاش. هنعمل بس اتنين او تلاتة وبعدين نشوف هنعملهم ازاي. عم عبد الحق النهارده ما اتصلش، الناس بتسال عليه ليه؟ كده كفايه. طيب هو الراجل عنده شغل يعني، مش عم عدلنا يعني، خليه يشوف اكل عيشه. الله منك يا جارحني. هلا شويه كمان من دول، شويه كمان من دي. بتعملي تورتايه انت في البيت مصغره
جميلة ترضي العائلة بتاعتك. وبرضو حبة بصل. نعمل واحدة تانية. حبة قرفة. وده حبة ألموند. كده. آخر ونايه اهي. عايز ابص على الفرن بتاعنا. كده برضو حبة عسل نحل. نيجي بقى نزوقهم. اطلع بالفرن عشان الفرن شكله جاب معايا. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. والله يا سي محمد انت كلامك صح. في فرق بين القرية وبين المدينة. انت عندك حق. لا 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 لا. هو عنده حق الله الوكيل. مش عايز اهزار. كده طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هقول لكم نعمل ايه. هات لي في طبق عندك جديد يا ابني. هاتوا بقى اللي عندك. هات الطبق من عندك يا باشا. خش يا حبيبي خش يا حبيبي ما تتكسفش.
العسل النحل مش مكمل. طيب نكمل بقى غرف. لا انا عايز طبق كبير للغرف ده عشان ما ينفعش كده، احنا عندنا حبه رز حكايه اهو. عايز بقى اشكر ابني وحبيبي واخويا وصاحبي وصديقي عمي صلي على النبي. قوم بقى ايه اهو قال له منك يا جارحني. خد دول بقى كده ده 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 الله 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 الموند. يلا يا باشا اهو اهو كده. النهارده عملنا تلات اكلات احسن من بعض، يا رب يعجبوا حضراتكم. عايز اشكر مخرجنا الجميل واشكر كل الكاست اللي معايا. نشوفكم بكره ان شاء الله على خير. السلام عليكم.
نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.